التوائم والشركة أنها ستكون تدرج في المجلس. وأنا إذا دوزنا دورات ما عمرش اتفاقية كينا ولا كيناش اتفاقية ديال التوائم، وأؤكد ذلك بصريح العبارة. ما عندناش لا فاش تكون احنا ما خايفينش منها، ولكن باش نجيو نعاودو واحد اللي غيجي يمشي بعلو ما يمشي يتاكد منها. شوف الله يخليك، نقطة نظام انتهت. هذيك الاتفاق، شوف اسيدي اسيدي المستشار، هذيك الاتفاقية كاينها في الدماغ ديالك وفي هذوك صحاب الكارتيه اللي بغاو يديو. ما كاين حتى اتفاقية توقعات وما كاينش اتفاقية كاينة موجودة فوق طويلة. هذاك ماشي شوف، نهار اللي تكون شي حاجة راه كاينة الأغلبية هنا وكاينة الديمقراطية وكاينة المعارضة وكل واحد يلعب الدور ديالو. وسدينا هذا الموضوع، شكرا لكم، وما تحاولوش تبداو يعني تشدوا لوبينيون بيبليك وتلعبوا به. شوف ما تكذبوش على الناس، ما تكذبوش على الناس اللي كتفيقوا في الصباح. خصكم تشوفوا وجهكم في المرايا وتشوفوا التاريخ وتشوفوا واش دا واش ما داش. سيد الرئيس تجيوش تقولوا حنا ما كنكذبوش، كذاب راه الراي العام اللي كيقول. سيد رئيس سيد